أو جاهلا، إذا كان ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه. ليه؟ لأنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكان مر معنا في صحيح المسند ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. وهذا رواية عند أحمد، وقول الشافعي رحمه الله في القديم، واختاره ابن المنذر والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع. طيب، يتفرع على ذلك مسألة، لو اشتبه